بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على آله وصحبه وسلم وبعده وعن ايدائر احمد حسن مامولا اسكول كوصدح حي قربت دار وعنو فرصد وسيركا وحبرشادة ياسينسكا يقيب تتحاناتك مسؤولين تتحاناتك داودي وغير كين نوي مادان اسكولكا قربت دار وحوكوكو ميا دسماهان ودور يطوان فصل مركة اسكول العليو أردت ذلك كذي قتا يكح كلا يوم عمل كلا كذي قتا وقيبت كلا مجرد وقيبت هذا وص عريش كذي قتا مركا بعيد وين يا حاجة عن وسير كيا صاحب دي سكلا وش أنا واحد تاعي سجدري الآن وإن جل فوق تاعي مقالوي كسجدري لو تيا مرضي ده مركا فرصة ضايع ده عبا عاو هالكن وشونا نلا يفل دي سيا نعمل سنة وقوم عندنا قينا وسير ده مرح كلام وسود وينينا مقعي جوا مصطفى حسين عبدي يعني أنا جوا حنكمل ده أردت دي إركي جوري هالكن كبحنا إركي جوري يكبح حدوك سيا وصل لحقيقة مجال هذا قربت تاريخ المركز هيد لابد يكون استديو لا لابد يكون سجالتي كم عن قادم هل كان يمي سرور جلنا حقوق أتوح برشيد دوس كسرة مالك بحسن حقوق أتي إلا هرجع معدد حقوق أتي عمود بور حقوق أتي مركا فرحة بيتها ما تعرضي دي جدا بيسي يكو صوص عضة ودوس كسرة ما تكو هل كان أنا جا فرحة بيتها هاي سجارة أدب أنا نقوم هذا اللي هو سرد برشيد أنا جا يوسف صاحب دي برجع كل فرصة دنا وكلام قارب عن هيلين أدب أنا نقوم هذا اللي هو سير كي يوسف تجلس عضة وحنا نقدم تمامًا نقص سلطان تاريخنا. أرتى واحد ما هذا سكالة إلهي وسكالة. هذا واحد صعدة وسير كي وحبرشدة تمرد السومال لأن مزح يجود امتحانات كده مثل داود لما أنت ضوا سلامنا هدي ما أنت دوكس سرع لأنه اعتلامي أو وسير كل نار لقي فالحمد لله أرتى إذا أدي أدب وبدن تاي تمرد السومال لأن ويكون مهتم تاي أرتى ما شاء الله تانا وإلا ليح بقول يلا بعثنا أرتى وسيركو ما شاء الله بارك الله ولكم هذا الأذية أبو مهتي لما يوم ما دخل الصعطي وسارد وحبر بعد وسارد وحبر شذا كسرت فرنتي ساعدوا أبار تضبطي وحلا شراء إن سجاشني أفرتيبان ومدك وما كوقة نور شيء دخل كني ما أنت وحبر شاء يهاب كده لجمع هذا لينين ما أنت لو حلا قال يا مرحلة دي جامعتك هيكتي وحن فرنتي أد إلهي إنه ما كلام هذا نقلنا إنه صورته قريه إنه سدى وضع يقسكو بدلو waa magaalada magaalooyinka way ma laga hadalayeen bariga wax barasho iyo maxay ahayd jaamacad iyo dugsi sare marka maanta oo aan taaganahay 2020 gabagabadii inaan maanta halkan ilaahayna nadeen waafajiyay waftay oo sirku hoggaaminayaa inaan saacada la dhagax dhigayo dugsi sare oo loo dalacsiyo dugsiga ay magaaladu lahayd dugsi sare oo ay carruurta halka wax barasho ka sii wataan marka ku xigta jaamacad ma laga hadli doonaa marka taariikhda insha Allah mar walba baa roogaysa insha Allah iyadoo intan ka sii qiimo badanana وأنا رجينا أرك دونه دي لهيرة هذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم نحن ككواد محنق إن إله ساعدة إنجو نبضه أو عافمات قبل هالك يسوق كين كاني إنجو استجم ويحكر إنه كبق إن أنا يشرين استجم أنت كنت شرب إله يجو محنق إن أمريكا هو نسيا ده إنه هاي رئيس ومالي لان مرك أنت على جتره وحن آدي هذا نيجي عاوف رحد وين يجو إسكولة جربت أروح وكم بديهين iskuulada sida joogtada ah imtixaanaadka Soomaaliland uu nala bilaabay oo had iyo jeer eelarka imtixaan ka soo bixi jireen marka dibka ugu weyn ahayn jir waxa weeyo mar walba maamul uu ka caban jiray hadaan soo marno marka foomka la qaybinayo wax ardaydu inay drop out noqoto marka eelka baxaan marka waxa weeyo waxa caaw farxad weyn aniga ayaa ah 24 arday ba sanadkan eelada 24 ki arday in wasaaradda waxbarashada uu wasiirkeegu meesha maraya loo joohinayo caaw halkan loo taagan yahay laba iyo afarta ka laga bilaabo iyo wixii ka horreeyay meelaha joogayba sekondarigoogu meel la saarayo ayaa aniga farxad weyn ii ah ilaahayna ku mahadinaya halkan inuu joognaa waa magaalada Garbadadar oo runtii magaalo weyn oo aynu arkayna inay fooqiyo iyo leedahay suuqyo waaweyn tira dad aad u tira badan ay ku nool yihiin een iskuulka hoose dhaxana sida la sheegay 600 iyo intaas ay dhigtaan eedka waxa ka baxaya 24 arday marka waxaynu doonaynaa si aan ardaydaasi haday meel kale tagaan deeqaar iskuulka uga tagin markuu ku fogaado ama ehelayna la noolaadaan baanay meel ku lahayn waxaynu maanta laga bilaabo iskuulkan u aqoonsanaynaa oo magaciisa la yiraahdaa dugsiga hoose dhexe sare ee Garbadadar iskuulka 12ka fasali waa inaynu u isticmaalo baahi kasta oo deegaankan inta ku dhow haysa oo aynu ku isticmaalo secondary hoose dhexe sare barbaarinta carruurta yar quraanka iyo tafsiirka way diinta way lagu barto dadka waaweyn ee waxbarasho aan fursad u helin waa inay gelin ku qaataan oo macallimiinta ay dadkaana caawiyaan dawladeenba istaageerada aynu istaageerayno ayaynu
wixii aynu haysano ku isticmaalaynay anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya dhammaan madaxda waxbarashada guddoomiyaasha gobollada degmooyinka iyo maamulayaasha dugsiyadaba waxaan halkan aan ka farayaa in iskuul kasta oo lagaga baxayo fasalka sideedaad ardaydu intay doonaan hal ekaadaan ama laba ha noqdaan ama toban ha noqdaan ama konton boqol in isla iskuulka haddii uu saamaxayo tirada fasalladii sida kan oo kale in laga dhigto sekondari kii aanu u saamaxayna ay soo riboot garayaanoo soo sheegaan ina halkaas fasalka sideedaad baa ka baxaya inkastoonu xoogta ahaynaba mar hore ururinay haddana ay iyaguna xisaabta ku darsadaan marka berita laga bilaabo waxaa la qorayaa ardaydii sannadii hore fasalka sideedaad ka baxday ee aan foowan helin meel karantay kar waayey halkanaa laga bilaabayaa wasaaraduna waxay keenaysaa tira macalimiina oo dugsiga dhexe ku filan baa joogta wasaaraduna waxay keenaysaa shaqo qaran macalin intii deegaanka joogta ee dhigi kartana qofka sekondariga dhigaya waa inuu jaamacad ka baxo kuwaana inay shaqaalaysiiso waxaana ku fakartaan kuwaasi fanfoor markay ka baxaanna inay isla niyaddeenna inay halkaas jaamacad noqoto aanu meel kaleba tegin ama jaamacada jiraaha ka furtaan laan ama tu cusub ha laaso ama tii qarankaba aanu keenne ilaahay khayr ha inooga dhigo asalaamu calaykum.